بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ازيكم جميعا؟ أخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ ده فيديو إن شاء الله يخص البوست اللي أنا كنت كتبته على لينكد إن بخصوص الناس اللي هم لسه فريش جادوت و أو عندهم خبرة سنة أو أقل أو حتى لو أزيد، وعنده بعض حاسس إن في بعض الحاجات بيفتقدها أو لسه ناقص عنده. أتمنى إن شاء الله من الديزاين اللي موجود دلوقتي على الشاشة إن أقدر إن شاء الله أفيدكم وأقولكم على بعض الحاجات المهمة جدا اللي تخليك تطور من نفسك، وإن شاء الله تجبر أي شركة إن هي لما تشوف إن أنت كويس في الحاجات دي حتى لو فريش جرادويت ان شاء الله باذن الله تعمل معاك انترفيو وتبقى اكسبتد ان شاء الله. وعايز اقول للناس موضوع الريجكشن محدش يقلق منه، ان شاء الله ربنا هيسوقك ربنا هيكرمك، فما تحطش ان ده عائق قدامك، لا فكر ايه اللي انت كان سبب في المشكله عندك حاول تحسن منه. ده مبدئيا. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها يا جماعة، أنا قلت لكم بلاش استعجال، بمعنى أنا بشوف ناس وفي ناس بتتواصل معايا فعليا وتبعت لي وتقول لي يا باشمهندس دلوقتي إحنا في الكلية وبنشتغل وبشتغل وبعمل كودينج، في حاجات كتير جدا بحسها إن الناس مستعجلة جدا على الفلوس، مستعجلة جدا على المكسب، مستعجلة جدا على إنها تقول أنا بشتغل. يا جماعة أمور واحدة واحدة، 4 سنين كلية حاول تستفيد فيهم، ما بقولكش ما تشتغلش ولكن حط لكل حاجة مقامها الصحيح. بمعنى أنت في فترة إجازة عايز تشتغل اشتغل، فترة دراسة خليها فترة دراسة، فترة إجازة عايز تحسن من نفسك تحسن، لكن ما يبقاش كل غرضك أنا شغال. وحاجات كتير جدا بتنقصك وحاجات أنا مستعجل، ما قلتلكش ما اشتغلش اشتغل ولكن حاول انك تفيد نفسك بانك تطور من نفسك اكتر. تمام؟ ففتره الجامعه وفتره ما بعد الجامعه لمده 3 4 سنين سهل ان انت تقرا. بعد كده صدقني المواضيع بتبقى اصعب، ظروف الحياه وانك بقالك فتره ما بتذاكرش الكلام ده كله، فالموضوع ده بيبقى فيه مشكله. طيب البلان اللي انا المفروض اكلمك عليها هي بلان كل واحد بيحط البلان الخاصه بيه، بمعنى كل واحد عارف قدراته، كل واحد عارف هو ممكن يذاكر قد ايه، ولكن انا كل اللي انا قلت لك عليه ادي نفسك مهله 6 شهور، 6 شهور ديت تذاكر فيهم من النار زي ما بيقولوا، تذاكر تبقى عندك اليوم 24 ساعه، استمتع باجازتك وذاكر، اخرج وتفسح وذاكر، اصحى بدري وذاكر، خد بالك ازاي؟ كل الكلام ده كله مهم جدا جدا تستمتع بيه. تمام؟ فمش بقول لك اقعد ال 24 ساعه ذاكر، لا يعني 8 ساعات في 6 شهور يعني اتكلم 42 ساعه في الشهر، اتكلم فوق ال 1000 وشويه ساعه، 1400 ساعه ولا 1500 ساعه في 6 شهور. أعتقد مش هتبقى خدت الجامعة كلها مذاكرة بالشكل ده، ممكن ال 4 سنين بتوع الجامعة يكونوا فيهم 1500 ساعة. طيب فخلينا نحدد نعمل البلان نشوف احنا عندنا ايه. انا كنت يمكن اثرت بعض النقاط في البوست الخاص بلينكد ان وهراجعها معاك على اساس ان اكيد في ناس عارفة الكلام ده، ولكن حتى من باب التذكير الشيء اللي ما يعرفش او اللي عارف اعمل ريفيجن، مفيش منها اي مشكله. ممكن همشي معاك كده واحده واحده. احنا اتكلمنا على اول حاجه جوب سيرش ريكويرمنت، انا هسيب دي للاخر عشان تاخد وقتها، واخد بالك ازاي؟ لكن هتكلم على الداتا ستراكشر والالجوريزم، دي نقطه. اتكلم على الداتا بيز ديزاين، ودي بقى انا هستفيد فيها شويه لان بصراحه انا في كلمتين عايز اقولهم، خد بالك ازاي؟ هتكلم على الكلين كود، هتكلم على الديزاين باترن، هتكلم على اليونت تيستنج، هتكلم على الجيت والجيت هاب،
اتكلم على السي اي سي دي، واخد بالك ازاي؟ اتكلم على السوفت وير والويب اركتكتشر. زي ما هتلاحظ كده انا مقسم كل حاجه لمجموعه من الكورسز ومجموعه من البوكس الكتب، بالك ازاي؟ فخليني ان انا دلوقتي كده اقول احنا نكبر الخط كده عشان تبقى الامور واضحه، اظن كده الامور متشافه. اول حاجه هبتدي بيها اللي هي الداتا ستراكشر والجوريزم. انت طبعا لما تيجي تحط البلان قسم بلان براحتك زي ما انت عايز، ما تمشيش بترتيب، حتى الترتيب اللي انا عامله مش شرط يكون مناسب ليك، بالك ازاي؟ اول حاجه في الداتا ستراكشر والجوريزم دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. انت اكيد بتتعامل مع ميموري وبتتعامل مع الداتابيز وبتتعامل مع حاجات كتيره جدا، محتاج تفهم الالجوريزمز اللي عندك والاستراكشرز بتاعتها على اساس بقى لينكد ليست، اري ليست، كيوز، ستاك، كل الكلام ده كله لازم تكون انت فاهمه. بعض الالجوريزمز زي البي تري والتري والسورتنج، كل الكلام ده انت بتحتاج منه حاجات عشان تقدر ان انت تستفيد. طيب دايما خلي دماغك في حته الداتا ستراكشر، انا محتاج افهم دايما، دي النقطه، انا محتاج افهم عشان اعرف انت هستخدم اللينكد ليست وامتى هستخدم الاري ليست وامتى هستخدم الستاك وامتى هستخدم الكيو. فكل حاجه تبقى عارف ايه هي اليوز كيس المناسبه لكل واحده فيهم. الكتاب اللي دايما مشهور واللي اغلبنا عارفينه في موضوع الداتا ستراكشر الجوريزم اللي هو كراكنج ذا كودينج انترفيو، ده كتاب مهم جدا. ده كل شركات الفنج اللي كان كاتبه كاتبه بناء على خبرات، بيوضح لك ازاي تقدم نفسك، بيوضح لك ايه هي اهم الداتا ستراكشرز الالجوريزمز، تعامل ازاي مع انترفيو، كل الكلام ده كله موجود في كتاب ومهم جدا ان انت تقراه وتبقى فاهم. في 3 كورسز هنا انا جبتهم. اول حاجه كلاود نيتف بتاعت احمد متولي، الراجل بصراحه عامل كورس محترم، كورس كويس جدا، كورس بالعربي هتستفيد اكتر من اهم الكورسات اللي انا شفتها واللي هي بتاد فاليو فعلا للناس. فلو انت من هواة المحتوى العربي انصح بيه جدا جدا جدا. تمام. الكورس الثاني اللي هو الجوريزمس بارت 1 على كورسيرا، ده كورس من الكورسات اللي تقريبا الانرولمنت بتاعته معدي 1 مليون وشويه، ده رقم كبير جدا، مهم جدا تكون فاهم بالك ازاي تقدر تنرول ان فري، وبعد كده تقدم الطلب بتاعت الايد فاينانشال ده، بس انت تاخده هنا ايه فري. طبعا كورس الكلاود نيتف بيس كامب ده مش فري. الكورس الثالث اللي هو ماستر ذا كودينج انترفيو داتا ستراكشر اند الجوريزم، ده على يوديمي، كورس تقريبا فوق 200,000 اخذ الكورس. انا هوري لك الثلاثه دول دلوقتي، بس الغرض من الكورسات دي ان انت تعمل بروبلم سولفنج وتستخدم موقع ليه سكول. ناس كتيره جدا بتعاني في البروبلم سولفنج، المعاناه اللي هو انا باخد وقت طبيعي، اول ما بتيجي تشتغل في البروبلم سولفنج انت ممكن تقعد لك شهر في بطء رهيب منك، ممكن تلاقي نفسك بتستك وتقف مش عارف تحل، عارف تفكر، ده عادي. البروبلم سولفنج ما هي الا ممارسه اكتر، بتمارس بس طبعا لازم تكون فاهم الداتا ستراكشر الجوريزم عشان تبدا تمرن نفسك. التمرين ده لما بيوصل لهابت او عاده بتلاقي نفسك ان الموضوع ما بياخدش منك وقت. كل اللي انا طالبه منك هو مساله واحده يوميا على مدار الاسبوع، بنتكلم في 180 يوم في 180 مساله، ده كافي جدا للناس اللي ما هياش عندها فكره عن حته البروبلم سولفنج. الناس اللي هي اخذت الكورسات في داتا ستراكشر او عندها فكره او الكلام ده كله ممكن تقرا الكتاب على طول بتاع كراكنج ذا كودينج انترفيو. تمام. فده مهم جدا جدا جدا. خلينا نروح على
الجزء الخاص بيه الكورسات دي. اول حاجه انا عايز هنا ده الكتاب بتاع كراكي اذا كود انترفيو، شايف هنا على امازون 8000 شويه، الريدنج بتاعه 4.7، فالكتاب مهم جدا. هو اتختم في مصر 2000 جنيه ما شاء الله يعني، بس اعتقد في ناس ثانيه بتبيعه بحاجات ارخص كتير يعني. تمام، فده بالنسبه هنا للكتاب ده. دي هنا المهندس احمد المتولي عامل هنا الكلاود نيتف بيس كام، الكورسات بسم الله ما شاء الله كويسه جدا، كان عامل اوفر قريب، فممكن تسالوه اذا كان في اوفر قريب ولا لا. 3 كورسات اشتراك لمده سنه، انا مش بعمل دعايه، انا جايب لك اهم المصادر اللي تذاكر منها. تمام، في حاجه كورسيرا زي ما انت شايف هنا مليون وداخل على 150 ألف، انرول في 13 موديول بتستفيد بيهم في خلال الكورس، كورس عليه شغل عالي جدا جدا، واخد بالك ازاي؟ فتقدر ان انت تقدم في الكورس ده. وادي هنا يودمي اللي هو ماستر ذا كودنج انترفيو داتا ستراكشر اند الجوريزم، ده زي ما انت شايف كده الكورس يمكن انت بتتكلم في 200 ألف، 32 ألف ريتنج، واخد بيست سيلر 4.7، واخد بالك ازاي؟ ناس كتير جدا بتفكر في الكورس ده جدا. 53 هو 20 ساعة هو و53 ارتكل واحد كودينج اكسرسايز. طبعا هنا الكورس ده مفيد جدا جدا. ده بالنسبة هنا لداتا ستراكشر اند الجوريزمز، انا حبيت اجيب لك ما يخص اهم المصادر اللي انت تتعلم منها. تمام، فده بالنسبه هنا للجزء الخاص بده وداتا ستراكشر الجوريزم. نيجي بقى لرقم 2 الداتابيز ديزاين. انا قلت لك ان انا عندي كلمتين في بقي عايز اقولهم تقول كده محصورين، لان انا بصراحه شايف ان الاجيال الجديده ما شاء الله يعني في ناس منهم بتجيب لي ضغط عصبي يعني. خلينا بس الاول مبدئيا لما اجي اتكلم عن داتا بيز ديزاين، احنا بنتكلم على داتا بيز ستورج، الابلكيشن بتاعك هيخزن الداتا بتاعته فين؟ دي من اهم الكومبوننت اللي انت هتحتاج تعرفها. خلي بالك ان احنا عندنا في الداتا بيز عندنا هم 3 انواع، سيكوال ونيو سيكوال و او استراكشر وسيمي استراكشر وان استراكشر اللي هو زي الاوبجكت ستور، بس انا يمكن جبت لك على الاثنين دول والباقي انت هيجي معاك واحده واحده. واحد من اهم الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها واللي انا لاحظته او الكلمتين اللي انا عايز اقوله، ان غالبا في بعض الناس دخلت اشتغلت في الفريم ورك على طول، يعني دخل اشتغل في المين ستاك، دخل اشتغل في المرن ستاك، واتعلم مونجو واتعلم نود جي اس واتعلم اسمه ده اكسبريس واتعلم يعني نود جي اس، خلاص كل حاجه تمام زي الفل، وانا كده تمام وزي الفل ومش محتاج حاجه تانيه. الحقيقه ان النقطه دي فيها مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان اغلب مشاريع سوفت وير بتتكلم في مثلا 90% 85% هي ريليشنال داتابيز، فكونك انك تقول ان انا اي مشروع هعمله مونجو ده غلط، لان في اختيارات او في كريتيريا بختار على اساسها امتى اروح لاس كيو ال وامتى اروح للنو سيكوال. تمام، وهتلاقيني في الفيديو اللي هو السناب شوت بتاع السيستم ديزاين اللي عملته مع الباشمهندس محمد سليم، محمد سويلم قصدي، في القناه عندي اللي هي قناه تخاريف مبرمج، اتكلمت على الكريتيريا بتاعت السيكوال والنو سيكوال. طيب وبالتالي مهم جدا ان انا لازم اول حاجه اركز عليها هي الريليشنال داتابيز. انا محتاج افهم الداتابيز دي اصلا ايه قبل ما اروح للنو سيكوال. ده هنا ده رقم واحد بالنسبه لك، ما ينفعش تقول لي انا هشتغل مونجو لان مش كل الابلكيشن مونجو. روح كده على اي شركه من الشركات هتلاقي الثلاث ارباع يعني يمكن 90% من السيستمز ولا 95% سواء داخل مصر او حتى في الخليج بتلاقيها ريليشنال، نادرا يعني ممكن مش نادرا قليل لما تلاقي حاجه اسمها موسيقى ناس تستخدم في مونجو ولا حاجه. لا يمنع ان انا مش بقول لك مش بتستخدمش، لا بتستخدم،
مش دايما الاساس ريليشنال، تمام؟ فطبعا انا جبت هنا بعض الكورسز زي اللي هو داتا بيز ديزاين اول ان 1، ده عباره عن 52 فيديو لشخص شارح الداتا بيز لو انت ما عندكش اي حاجه من ما عندكش معلومه عن الداتا بيز بمعنى اصح. شرحها من البدايات يعني ايه الكلام ده كله، تمام؟ طبعا السينيور انتر داتا بيز سيستم ده كورس بتاع هارفرد 2022، تمام؟ مهم جدا، كورس فري، خلي بالك ده فري، ده فري. جايب لك كورسين كمان تبع هارفرد اللي هم ريفاكتورنج البيور بروسيسنج ان ماي سيكوال وبوست جريس اوبتمايزر ميثودولوجي، يعني تفهم الكويري بروسيسنج في ماي سيكوال والبوست جريس اوبتمايزر بيشتغلوا ازاي. ده تقريبا فيديو كل واحد فيهم تقريبا ساعه ونص، بيفهمك الاثنين دول شغالين فيهم ازاي، ازاي تعمل كويري اوبتمايزيشن كويس، ازاي تكتب كويري الصح، خد بالك ازاي. فدي من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. برضه جايب لك كورس اللي هو دي ام اس باي ستانفورد، ده كورس مهم جدا، تمام؟ ان شاء الله باذن الله كل الكورسات دي انا ان شاء الله هجمعها واكتبها في الديسكريبشنز بكل يعني داتا بيز ديزاين، هكتب السيكوال وتحت الكورسز والبوكسز، واخد بالك ازاي، عشان الناس بس لو حابه تدور على المصادر. كمان على فري بوت كامب حاجه اسمها سيكوال سيرفر بيرفورمانس اسينشال، ده كورس حلو جدا بتاع 4 أو 5 ساعات، ازاي تظبط البرفورمانس بتاع الكويريز بتاعتك وازاي تتعامل معاها، تمام؟ كمان كورس حسين نصار فاندمنتال اوف داتا بيز انجينيرنج، ده كورس على يوديمي بيت كورس، اغلب الكورسات اللي انا قلتها لك فوق دي كلها فري، كلها ايه فري، تمام؟ البوكس انا جايب لك 3 كتب في السيكوال، واحد براكتيكال داتا بيز ديزاين فور ويب، هانل ده كورس لايت جدا بيشجعك على انك تختار الداتا بيز، بيعمل معاك داتا بيز ديزاين، بيعمل معاك اوبتمايز ليه البرفورمانس، تمام؟ يعمل انتجريشن مع الداتا بيز ويز ويب فريم وركس، فالموضوع بالنسبه لك بيبقى حلو بيشجعك. الكتاب الثاني بنتكلم فيه على داتا بيز ديزاين اند امبلمنتيشن، ده بيكفر الانتيتي ريليشن شيب كموديلنج كنورماليزيشن للسيكوال كترانزاكشن مانجمنت، تمام؟ بيدي لك على بعض الاكسرسايزز، كتاب حلو جدا ومهم جدا، تمام؟ وبعد كده ذا ارت اوف سيكوال، الكتاب ده مهم جدا في ان انت ازاي تكتب افيشنت سيكوال كويريز اند اوبتمايزنج الداتابيز بيرفورمانس. الحاجه دول الـ3 كتب مهمين جدا، انا بدات بكتاب سهل كده يعني لايت ويظبط لك الدنيا وتفر بسرعه والكلام ده كله. طبعا انا بالنسبه لي الكورس الناس اللي ما عندهاش بدايات خالص في الداتابيز ما بوصلش على ريليشنال، تبص على الكورس يعني ده بالانجلش، تمام؟ في كورس حسين نصار برضه كويس جدا، تمام؟ الكورسات الثانيه اللي سي ميو طبعا ده حاجه رهيبه يعني، طبعا كل فيديو من الفيديو دي معدي ساعه وشويه، فما شاء الله حاجه نظيفه. الناس اللي عايز تتعمق شويه تبص على الريفاكتورنج والبوست جريس اوبتمايزر، فعندي بالريليشنال داتا بيز او داتا بيز مانجمنت سيستم ستانفورد حلو جدا الكورس ده لو انت عايز تدور فيه في سيكوال سيرفر. انا حاولت اجيب لك يعني اللي هو ايه حاجات تقدر تجمعها وتفيدك وتاخد منها خبرات تقدر ان هي تساعدك بجانب الكتب. طيب بالنسبة للنو سيكوال أو الجزء المهم جدا الثاني في الداتا بيز ديزاين اللي بنحتاج نلجأ له، طيب برضو التقسيمة بتاعتنا كورسز وبوكسز. النو سيكوال أنا يمكن جبت هنا حاجتين في الكورسز اللي موجودين، جبت الاصل اللي هو المونجو داتا بيز يونيفرستي، الحقيقه ان المونجو داتا بيز عامله يونيفرستي فيها كمان باصص مهمه جدا للجافا وللنوديوس وللبي اتش بي وللسي شارب مع المونجو، وبتشرح لك باص وبتاخد في الاخر سيرتيفيكت، تمام؟ فدي للناس اللي هي عايزه تطور وتاخد الجزء ده.
وجايب لك كورس العبد لله الفقير الى الله، اللي هو انا عامل مونجو داتا بيز كراش كورس على قناتي ده فيه. يمكن انا في الكورس ده اضفت اضافه صغيره، وهي ان الناس اللي عندها فكره عن الريليشنال داتا بيز لما تيجي تتعامل مع المونجو داتا بيز يكون في كونفليكت شويه في موضوع حته الكويريز. فانا كنت دايما بحاول ان انا بفكر ازاي اكتب الكويريز بالريليشنال وابدا اقول لك نحولها ازاي بالمونجو داتابيز. الكورس بتاعي اللي هو المونجو داتابيز كراش كورس ده فري جدا، موجود على القناه، ما فيش فيه اي انتجريشن مع اي فريم ورك تاني. يعني انا بكتب هنا كاني بتعلم نيتف مونجو داتابيز، انا بكتب كويريز على نيتف على المونجو داتابيز عن طريق كوماند لاين. تمام، فدي فرصه كويسه ان انا مش رابطها مثلا بنود بي اس او رابطها ب بي اتش بي او لا، انا مدي لك الحاجات اللي تقدر تستفيد ايه بيها في الجزئيه دي. بالنسبه للكتب، الكتاب المهم جدا اللي هو نو سيكوال ديستيل، الكتاب ده مهم جدا. الكتاب ده بيدي لك بعض الانسايتس على امتى وليه اقدر استخدم النو سيكوال داتابيز. تمام، وبيدي لك، احنا عندنا طبعا انواع للنيو سيكوال زي الدوكيمنت زي الكولوم زي الكي فاليو زي الجراف، دوكيمنت زي المونجو، الكولوم فاميلي زي انا نسيت والله اسم الداتابيز، كي فاليو زي ريدس، الجراف زي جراف داتابيز. تمام، فكل ده انت مهم جدا ان انت تكون فاهم تقرا. ودايما انا عايز اقول نقطه على موضوع القرايه، احيانا ممكن ما تبقاش فاهم وتقف، فاللي مش فاهم اعمل سيرش عشان ده ليه. تمام، حاسس ان الموضوع مطول معاك شويه، ممكن تعديه شويه وتبص اللي بعده، جايز الجمل اللي بعديه او السكشنز اللي بعدها توضح لك الامور ايه اكتر. تمام، طبعا انا ما بقولكش اقرا الكتاب كله، الكتب انا جايبها لك، اقرا فيها اللي ربنا يقدرك عليه. تمام، دي حاجه مهمه. طبعا الديزايننج داتا انتنسيف ابلكيشن ده كتاب تقيل شوية، حطه في دماغك بس ما تقراهوش دلوقتي، حطه في دماغك بس ما تقراهوش دلوقتي. ممكن تبص على فيديوهات احمد الامام، بص على الفيديوهات ديت لو انت حبيت تاخد اوفر فيو عن الكتاب ده بيقول ايه. بصراحة الراجل شرح الكتاب بطريقة كويسة جدا وبسيطة جدا، وهيقربك من الكتاب ده عايز يقول ايه. لكن ما انصحكش انك تبص على الكتاب دلوقتي، هنضيع فيه وقت كتير وهياخد مننا مجهود، وبالتالي انا مش عايزك تبص عليه. حتى النو سيكوال ديستيل لو حسيت ان الموضوع صعب سيبه دلوقتي وخليك تبص على الكورس. تمام، سواء الكورس بتاعي او المونجو داتابيز يونيفرستي. ده بالنسبه هنا للداتابيز ديزاين سواء سيكوال او نو سيكوال. طيب يعني نروح هنا، ده الراجل بتاع الداتا بيز ديزاين اول ان وان. تمام، ده مهم جدا، انا بحاول اجيب لك ال ده هنا الداتا بيز بوست، الداتا بيز كويري اوبتمايزر بتاع البوست جريس هنا. تمام، ده كورس اللي هو السيميو انترو تو داتابيز، ده ما شاء الله 26 فيديو، كل فيديو ما لا يقل عن ساعة. تمام، فده مهم جدا 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 انك تبص عليه. وادي هنا الكورس ده، نيجي نبص على الجزء الخاص بحسين نصار برضو. ده الكورس الخاص بحسين ناصر. تمام، ما شاء الله، يعني 4.7، 6000 ريتنج، 70000. تمام، الكورس مهم جدا جدا جدا، هتقدروا تستفيدوا بيه. تمام، لو بصينا على المونجو داتابيز،
تعال اتفرج هنا، بايثون سي شارب نود جي اس باص، خلي بالك بعض الحاجات التانية، جافا دي بي اي سيكوال بروفيشنال، واخد بالك ازاي؟ كل الكلام ده كله هنا في المونجو، هنا جايبه لك ده كمونجو هنا بالشكل ده كده. الكورس بتاع القناة بتاعت اللي هي قناة تخريج مبرمج، هتلاقي عليها الكورس الخاص بيه المونجو داتابيس كراش كورس. عايز اكتب هنا سيكوال ديستلد، اسمه ايه؟ سيكوال ديستلد، نو سيكوال ديستلد الكتاب اهوت. الكتاب ده مهم جدا، تمام، تمام تقريبا من 21 ل 41، مارتن فولور طبعا، حاجة من الكتب المهمة جدا جدا اللي انت المفروض تقرا فيها. بس انا بكلمك لو الامور بالنسبة لك هتاخد وقت، ممكن ان انت تروح تبص على المونجو داتابيز يونيفرستي والكورس اللي موجود عندي على القناة. ده كان باختصار الجزء الخاص ب الداتابيس كسيكوال وكنو سيكوال. نيجي نتكلم على الكلين كود. واحد من اهم الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها ان انت ازاي تكتب كود كلين، يعني تكتب كود نظيف ازاي. واحده من اشهر الكتب اللي هو كلين كود هاند بوك في اجايل سوفت وير كرافتسمانشيب. الكتاب ده مهم جدا، بيعرفك ازاي تتعامل مع الفاريبلز، وتكتب ازاي ميثودز، وتكتب ازاي الفانكشنز الموجوده عندك، والنيمنج كونفنشن، و كل الكتاب كل الكلام ده المهم جدا ان انت تبقى عارفه. فهنا انا جبت لك هنا بعض الكورسات وبعض البوك. ممكن في البوك احنا الكتاب ده مشهور، كلين كود هاند بوك اوف اجايل سوفت وير كرافتسمانشيب، تمام. الكتاب الثاني اللي هو ريفاكتورنج او امبروفنج ذا ديزاين في اكزيستنج كود. احيانا الكتاب ده مهم جدا، لان انت احيانا اكيد لما تشتغل في اي شركه من الشركات بيكون عندك اكزيستنج كود، ازاي بقى تعمله ريفاكتورنج؟ ده حاجه مهمه جدا. وكمان الكلين كود مهم جدا ان انت تبقى فاهم ازاي ان الكود بتاعك يبقى مفهوم. يعني ما ينفعش اكتب كود النهارده وبعد 3 4 ايام الكود اللي انا كتبته ما بقاش فاهمه. دي تبقى كارثه. خد بالك ده معناه ان انا بكتب مش كود نظيف، انا بكتب عك نابور يعني. تمام؟ فمهم جدا تخلي بالك من موضوع الكلين كود. انا عندي كورس عامله، الكورس ده على القناه عندي، بس هو الكورس ده مدفوع اسمه ريفاكتورنج كود كورس. ده موجود منه جافا وموجود منه نود جي اس، تمام. الكورس الثاني او الحاجات اللي موجوده حاجه اسمها كلين كود او ذا كلين كودر فيديو سيريز، ده عباره عن كلين كودرز دوت كوم، ده عباره عن كورسات برضو بيد مدفوعه بتعلمك ازاي تاخد من كتب كلين كود. الكتابين مهمين جدا، يعني هجيب لك دلوقتي انا بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو طبعا محتوى الكورس بتاعي ده له فيديو موجود عندي على القناه، هسيب لكم اللينك بتاع في المحتوى اللي انا بتكلم عليه. هجيب لك دلوقتي الكتاب ده دلوقتي، تعال نبص دلوقتي على الكتاب اهوت. ده هنا الكتاب اللي هو ريفاكتورنج او امبروفنج ذا ديزاين اوف اكزيستنج كود. كتاب واخد 4.6، مهم جدا ان انت تبقى ازاي. وفي منه هنا السكند اديشن اهوت، فاحنا هنا عندنا تو اديشن. طبعا بص على السكند اديشن برضو، مارتن فاولر هو اللي كاتب الكتاب. فمهم جدا بص على حتى كتاب الكلين كود اهوت معاه، يعني هو بيبيع لك هنا الديزاين باترن والكلين كود والريفاكتورنج كله على بعضه، تمام. طبعا احنا اتكلمنا على الكلين كود ده،
والكتاب ده مهم جدا، اللي هو الجزء السكند اديشن، مهم ان انت تكون تقرا فيه لانه حاجه مهمه جدا جدا جدا. ده بالنسبه هنا للكلين كود. ان شاء الله هكتب لك المصادر تحت في الديسكربشن. بعد كده هتكلم على حاجه اسمها الديزاين باترن. واذا ذكر الديزاين باترن ذكر ايه؟ الهيد فيرست ديزاين باترن. دي حقيقه. الكتاب ده يمكن من اهم الكتب اللي بتشرح الديزاين باترن. طبعا هو في رأي كتير، في ناس بتحب الرأي بتاعه، واخد بالك ازاي؟ في كلام كتير، بس حاجه كتاب مهم جدا ومفيد جدا، وبيجيب لك امثله جميله وكل حاجه اوكي، مفيش هنا مشكله. فده من اهم الكتب اللي انت هتتعامل معاها. تمام. يمكن في 10 او 12 كومن ديزاين باترن انت تكون اول فيهم. يمكن بالنسبه للكورسز البلاي ليست ديت هي نفس البلاي ليست، او هي بلاي ليست بتشرح اللي موجود في هيت فيرست. فلو انت هتعتمد على الكتاب وهتعتمد على البلاي ليست ديت، اول حاجه لازم اعملها لازم اقرا الكتاب، لازم اقرا الكتاب الاول واشوف انا جمعت ايه وفهمت ايه، وبعد كده ارجع ابص على البلاي ليست دي. تمام. يبقى خلي بالك، اقرا الكتاب وبعد كده ارجع ابص على البلاي ليست. واهم حاجه انا هتكلم عن موضوع في الاخر، بحث المشاريع مهم جدا، مهم جدا 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 المشاريع بتاعتك. طب تاني حاجه، انا عندي على القناه بلاي ليست خاصه بديزاين باترن، هم تقريبا شرح فيهم 5 او 6 فيديوهات مش كاملين، فلو حابب تشوفهم جو اهيد، خد بالك ازاي. المفروض فيه كمان تقريبا 3 او 4 ديزاين باترن هشرحهم، بس انا لسه ايه ما كملتش في السلسله ديت. الكورس الثالث اللي هو ديزاين باترن بتاع عصام عبد النبي، راجل محترم جدا بيشرح كورس كويس جدا للناس بتوع الدوت نت. فبرضو انت هنا افهم الكونسبت وطبق بيه اللغه بتاعتك، واخد بالك ازاي. فمهم جدا ان انت تفهم الديزاين باترن، لان احيانا احنا مثلا بنحتاج ان احنا نستخدم بعض الديزاين باترن في الكود بتاعنا عشان نحل مشكله. تمام. زي مثلا انت بتحاول تعمل ترانسفورم مثلا من اكس ام ال جيسون، حاول تعمل ترانسفورم من جيسون اكس ام ال، ده في ديزاين باترن معين اقدر ان انا استخدمه عشان اعمل الحته دي. او ان انا خلي بالك ان الديزاين باترن عندي هما 3 كاتيجوريز، ان احنا بنعمل الكرييشن، ان احنا بنعمل الستراكشرز وهكذا. فاللي خلينا بالنا من الجزء بتاع الديزاين باترن المهم جدا عشان نقدر نستفيد، او حتى لو انا دايما لما باجي اسال في موضوع ديزاين باترن انا بحكي لك قصه واقول لك هستخدم ايه باترن. تمام. فمهم جدا تكون فاهم الجزء ده كده. برضه خلي بالك الديزاين باترن ده في الكورس بتاع الريفاكتورنج اللي انا عامله، انا كنت بستخدم منه بعض ديزاين باترن زي الاستراتيجي وزي الفاكتوري. فبرضه تربط الديزاين باترن بالريفاكتورنج، فمهم جدا الاثنين خلي بالك نقدرهم وتربطهم بينهم وبين بعض. خلينا نروح على اللي عايز اروح على اسمه ايه؟ على المصادر. طيب انا بحاول اشوف لك. ده كورس بتاع عصام عبد النبي، الراجل شرح 7 فيديوهات. تمام. بالانترودكشن، بالسنجلتون، بالفاكتوري، بالاستراتيجي، بالبيلدر، خد بالك ازاي. فمهم جدا ان انت تشوف الكورسز ديت. كمان هنا انا هنا عايز اجيب لك فين الراجل بتاع الجزام بدر من التاني. هو الراجل ده، الراجل ده عامل 18 فيديو بيشرح فيه، والترتيب هو البوزر 1 2 3 4 و5 و6، بدأ بالاستراتيجي، اوبزرفر، ديكوريتور، فاكتوري، تراك، سنجلتون، كوماند، ادابت. اعتقد هو شرح كل
شرح ال 18 استراتيجي، واخد بالك ازاي؟ فمهم جدا جدا ان انت تلف عليهم وتشوف الدنيا ماشيه فيهم ازاي. خلي بالك ده 1.3 مليون فيو. فانا هنا ربطت لك ما بين الكتاب وما بين الفيديو كمان. فمهم جدا ان انت تكون اوير او جزء الديزاين باترن. نيجي بعد كده على اليونت تيستنج. اليونت تيستنج حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا واحنا شغالين. ليه؟ لان انا بتكلم ان انا عايز اعمل كلين كود، وبتكلم ان انا عايز الكود بتاعي يكون تستبل، وبتكلم ان انا عايز ما اطلعش على البرودكشن بتاعي بحاجه تفيل. وبعد كده وصلنا ان احنا يكون عندنا سي اي سي دي، فبقى في رابط بين السي اي سي دي وما بين اليونت تيستنج. عشان ما اطلعش حاجه على البرودكشن فيها بتضرب او بتفيل، فلازم اعمل تيستنج او يونت تيستنج موجود عندي. وبالتالي انت لازم تعرف ازاي تستفيد من اليونت تيستنج، من انت بتكتب كود ستيبل، واخد بالك ازاي، مينتينابل، بيفولو الكلين كود براكتس اللي موجوده عندك، واخد بالك ازاي. فكل الكلام ده كله مهم جدا ان انت تكون عارف. واحد من اهم الكتب اللي بيتكلم على اليونت تيستنج اللي هو التست دريفن ديفلوبمنت باي اكزامبل. الكتاب ده مهم جدا جدا. الكورسز، في عندك حاجه اسمها جافا سكريبت يونت تيست وذ جيست، ده اسامه زيرو، واحد من الشخصيات اللي عملت طفره في المجال مع كل الناس، بسم الله ما شاء الله. الكورس الثاني اللي هو السوفت وير تيستنج توتوريال، ده ليرن يونت تيستنج اند انتجريشن تيستنج. خلي بالك ان التيستنج عندنا في يونت تيست، في انتجريشن تيست، في اند تو اند تيست، دي انواع من اليونت تيستنج، او بيتقال عليها ذا بيراميد تيست. فخلي بالك من الحاجات دي كده. وفي يونت تيستنج بالعربي، ده برضه كورس كويس جدا. فخليني هنا نروح نبص على المصادر بتاعتنا. انا هنا ده كان ايه؟ لا ده انا سيكوال سيرفر بيرفورمانس اسينشال. بسم الله. خلينا فين اليونت تيستنج؟ انا الحاجات كتير. ده واحد هنا يونت تيستنج بالعربي، ده ما شاء الله 9 فيديوهات. دول موجودين بالجافا للناس اللي بتتكلم في الجافا، بس الراجل شرحه كويس جدا. ده أسامة زيرو، واخد بالك ازاي، جافا سكريبت يونت تيست، دي من الحاجات المهمة جدا. هم تقريبا 20 فيديو. و أميجو كود، الراجل ده من الناس الكويسة جدا، هو عامل توتوريال هنا على السوفت وير تيستنج توتوريال باستخدام يونت تيست واير انتجريشن. فانا رميت لك الدنيا هنا بالشكل ده كده. وفي هنا كتاب اللي احنا قلنا عليه تيست دريفن شو اسمه باي اكزامبل باي اويل. الكتاب ده، الكتاب ده حلو جدا، تمام. ده فيرست اديشن اعتقد، منه في السكند اديشن. ربي اورلي هنا، لا في اثنين، لا ما فيش من هو فيرست اديشن بس. فلو بصينا على التيبل اوف كونتنت هنا جايب لك حاجات كده، اكس يونت وباترنز، تمام. فعيش ماسترنج تي دي دي، ريفاكتورنج ديزاين باترن، زي ما انت عايز، واخد بالك ازاي. فمهم جدا انك تبص على الكتاب ده جدا. نيجي بعد كده نبص بقى على الجيت والجيت هاب جروب.
واحده من الحاجات المهمه جدا ان احنا واحنا شغالين مع تيم او شغالين في شركه، وطبعا عندنا الكود بتاعنا لازم يطلع على ال على ريبو، تمام، سواء عن طريق الجيت لاب او عن طريق الريبو الخاص بيكم انتوا جوه الشركه، او الشركه بتستخدم جيت هاب نفسها بتستخدم جيت لاب. فمهم جدا انك ازاي هتتعامل مع التيم بتاعك، ازاي هتعمل كوميت كود، ازاي تعمل كوميت يعني لو انت بتعمل كوميت تكتب مسج بروفيشنال، تمام، ازاي تتجنب الكونفليكت بتاع التيم، ازاي يكون عندك فورماتنج او تحافظ على الفورماتنج بتاع الكود بتاعك وانت بتكمت او بتعمل بول للكود من الريبو اللي عندك انت، فما ياثرش على الفورماتنج بتاع الابلكيشن بتاعك، تمام. فهنا انا جايب لك هنا كتاب يمكن واحد من اشهر الكتب جدا واهمها، حاجه اسمها البروجكت، ده كتاب مهم جدا وحاجه زي ما تقول كده عظمه جدا، والحمد لله يمكن انا بدور الكتاب ده مرتبط مع الكورس ده، فلو انت هتقرا في كتاب ممكن تبص على الكورس ده، الكورس ده 6 ساعات، حاجه محترمه، بتاع شخص اسمه عيسى، راجل ما شاء الله. انا رشحت الكورس بتاعه ده لاكتر من كذا حد قبل ما المدرسه تعمل الكورس، والكورسين بالنسبه لي مناسبين جدا، تمام، فيهم علم، فسهل جدا ان انت تشتغل في اي كورس من الاثنين. والكورس بتاع عيسى يمكن اسمه شخبط وانت مطمن، دي حاجه لا، بص العب بقى زي ما انت عايز، بس في الاخر انت بتتعلم وبتستفيد، وايا كان احنا بنحاول نستفيد من كل الناس اللي حوالينا او من كل المصادر اللي موجوده عندنا. خلينا نروح نبص على المصادر، بسم الله، راح فين المصدر؟ مصدر استفهام، اه شخبط وانت مطمن، هو جايب لك الموضوع من البدايات، يعني ايه في سي اس، يعني ايه جيت اركتكتشر، الفايل ستيت، بيطلع لك كل حاجه، تاجز، برانشز، ميرجنج، وركينج ويز ريموت، جيت ان في اس كود، جيت هاب، بيزك جيت هاب، ريبو اوبريشنز، جيت هاب ورك فلو، اوثنتيكيشن، فوركينج جيت هاب ريبوس. تقريبا انت بتتكلم على 6 ساعات بالظبط، كورس عليه 100 كي فيو، كورس محترم جدا، تمام، هتقدر انت تستفيد بيه. والكورس الثاني اللي هو كورس مدرسه، تمام، كورس برضه محترم، كورس كويس جدا تقدر تستفيد بيه، والاثنين بالعربي، وانت عندك حريه الاختيار ما بين ده او ما بين ده، تمام. الكتاب خلينا ادور لك نوات اسمه هنا بروجيت اهو، هذا بالشكل ده كده، الكتاب محترم جدا كويس جدا، تقدر ان انت ايه تستفيد منه، واخد بالك ازاي؟ بالنسبه للكتب انا اعرف ان في بعض الشركات زي برنت اف باين ولا برنتنج اف، ما اعرفش، بتبيع الكتب ديت، فممكن تشوف الكتاب او انك تشتريه منه. ده بالنسبه هنا للكتاب، وانت كمان لو اشتريت الكتاب فانت هتستفيد ان الكتاب مرتبط بالفيديو، فدي حاجه كويسه جدا. بعد كده تعالى بص بقى على السي اي سي دي. السي اي سي دي الكونتينوس انتجريشن والكونتينوس
deployment هما بينهم ال continuous delivery. خليني اقول لك ان واحده من اهم الحاجات اللي انت لازم تكون اوير بيها قوي هو احنا بنتعامل ازاي مع مع الديبلويمنت. يعني انا خلصت المشروع ارفعه ازاي على السيرفر، او لو احنا في تيم عمليه ديبلويمنت او ريليزز دي هتبقى ازاي؟ ف انا يمكن هنا دورت لك على بعض الكتب اللي هتفيدك زي لينكس او ريليز مانجمنت عن طريق لينكس اللي تقدر تعمل معاه تستخدم معاه بيلد مانجمنت زي جرادل زي ميفن. كمان دلوقتي الدوكر ده كتاب دوكر بيت ديف، كتاب حلو جدا طبعا اورلي على ما اتذكر كتابك يعني ايه الفيرتشوال ماشين، يعني ايه الدوكر، فيزيته ايه، حصل ايه، التطورات بتاعته ايه، ازاي استخدم الدوكر وهكذا. في الكتاب التاني اللي هو الكونتينوس ديليفري او الريلابل سوفت وير ريليز ثرو بيلد وتست وديبلويمنت اوتوميشن. فمهم جدا ان انت تكون فاهم ده ايه. وبعد كده جبت لك الكورسز، عندك جيت لاب سي اي بيجنر توتوريال، عندك ديف اوبس مع جيت لاب وازاي تعمل بيلد البايب لاين وديبلوي كمان اي دبليو اس. كمان جبت لك يانكنز ازاي كومبليت يانكنز كورس تعامل فيه، والجيت هاب اكشنز مع باسم دغيري اللي هو الفول كورس. الحقيقه ان كل كورس من الكورسات دي كانت كويسه جدا جدا. انا شايف الكورسات اغلبها على اليوتيوب فكلها فري، واخد بالك ازاي؟ الكتب كلها موجوده معاك. فواحده من اهم الحاجات انت لازم تفهم يعني ايه سي اي سي دي، تفهم يعني ايه ديف اوبس كالتشر. الكتاب ده مهم جدا جدا جدا، يعني ده تقراه قبل الاثنين دول. ده بيشرح لك يعني ايه اصلا ازاي تعمل سوفت وير ريليز من خلال البيلد والتست والديبلمنت. فده كتاب مهم جدا جدا جدا. تمام، ده بالنسبه هنا لموضوع السي اي سي دي. خلينا نروح نبص على المصادر. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كورس بتاع باسم كريدي، الراجل عامل 7 حاجات ما شاء الله ازاي تتعامل مع الجيت هاب اكشنز. تمام، الكورس الثاني الا وهو راح فين؟ ده هنا ال ديف اوبس ويز جيت لاب سي اي كورس. تمام، ده 5 ساعات بيشرح لك الدنيا ماشيه ازاي، خاصه مع لو انت هتعمل ديبلوي للاي دبليو اس. تمام، بعد كده يانكنز هنا برضو هنا ساعه وشويه بيعلمك ازاي تستخدم يانكنز. وكمان هنا جيت لاب كومبليت توتوريال فور بيجنر ازاي تستفيد من الجيت لاب وتتعامل معاه. لكن انا حاولت ان انا الم لك اغلب الحاجات او اغلب المواضيع اللي بنستفيد بيها في موضوع السي اي سي دي. طيب الكتاب يا ربي كان اسمه ايه؟ كونتينوس ديليفري كان اسمه ريابل سوفت وير اليز. هو ده برضه انتوا مش عايزين حاجة. الكتب شوية قديمة شوية زي ما تقول كده الدهن في العتاق يعني. طب الكتاب ده واخد winner of the 2011 excellence award، فواضح ان هو حاجة كبيرة جدا ومهمة جدا. فعشان كده انا بنصح الناس تقرا الكتاب ده ضروري جدا، حاجه معتبره. فبص عليه عشان تفهم
الدنيا ماشيه ازاي. هو حتى انا كاتب لك هنا ان هو هنا اديسون ويزلي سيجنتشر سيريز بولر ذا فيرست اديشن. انا مش عارف اذا كان منه نزل سكند اديشن ولا لا، بس يعني محتاجين برضه تشوفه. تمام، لو كان مكتوب السكند اديشن كنا هنلاقي هنا السكند اديشن على ما اعتقد يعني، بس مش موجود يعني. فده من الكتب المهمة جدا جدا جدا. طبعا دوكر ديب ديف دوت حاجة من الحاجات المهمة جدا. في برضو أو إيه تاني الكتاب اللي بعد كده، يانكنز أو جينكنز، جينكنز اسمه إيه؟ ذا كومبليت، صح؟ جيد. اهوت فده من الحاجات اللي هي او ذا ديفينت جايد، معلش ذا ديفينت مكتوب ديفينت اصلا غلط يعني. ايوه هو ده. راح من اهم الكتب اللي موجوده لو انت عايز تتعمق في يانكنز. طيب بس برضه هنا الكتاب ده هنا برضه لو انت عايز تدوس اللي هو كونتينرز ديليفري وذ دوكر اند يانكنز عن طريق كومبليت سي اي سي دي بايب لاين سكند اديشن، برضه واحد من الحاجات اللي ممكن تشوفها او تقرا فيها. طيب مش ديت راحت فين، راحت فين؟ هنيجي نتكلم على الحاجة اللي قبل الأخيرة اللي هي السوفت وير اند ويب اركتكتشر. واحنا بنشتغل على السيستم، انا في الاخر بنبني سوفت وير. ولا بنبني سوفت وير ما بنبنيهوش كده يعني، فكر كده. واحنا لما بنيجي نبني عمارة بنبنيها كده يعني، ما بنقسمش بقى حط الصبة والدنيا وظبط الدنيا وحط عمدان والعمدان مش يعني. اكيد بتبدأ تعمل اركتكتشر عشان تبدأ تحط عليه الكومبوننت بتاعتك، زي الدور الاول الدور الثاني الدور الثالث وهكذا يعني. تبدأ تحط الاساسات عشان تبدأ تطلع. وبالتالي اي سوفت وير بيعمله لازم يبقى له الاساس، له الاركتكتشر المناسب بتاعه اللي يفيت الريكويرمنت. دايما نربط اي اركتكتشر بريكويرمنت. معنى صح ان انا مش هقدر اعمل اركتكتشر لما اكون فاهم يعني ايه ريكويرمنت. ولو فهمت الريكويرمنت هقدر احط بنسبه كبيره اركتكتشر اصحى. طيب خلي بالك واحده من الحاجات المهمه جدا جدا انك انك تكون فاهم الاركتكتشرز ايه، يعني ايه هي الاركتكتشرز الموجوده عندي يعني. وزي ما تقولوا كده بنسمع عن اركتكتشرز جديده كتير قصدي، امين بقى مونوليتيك موديولار مونوليتيك مايكرو سيرفيس سيرفيس اورينتد اركتكتشر سيرفرلس مايكرو كيرنل ايفنت دريفن، حاجات كتير عمال نسمع. انت في البدايات مش مضطر ان انت تكون اشتغلت على كل دول، لكن تكون فاهم الكونسيبت بيعمل ايه. يعني انا لو هاجي اعمل انترفيو مش هسالك على الاركتكتشر، لكن ممكن اقول لك انت يعني عارف يعني ايه مايكرو سيرفيس، عارف يعني ايه مونوليتيك، عارف يعني ايه موديولر، عندك فكره، واخد بالك ازاي؟ فواحد من الحاجات المهمه جدا انك تكون فاهم. عشان كده يمكن انا الكتاب اللي هو ويب اركتكتشر
والابلكيشن ارتكلشن برنسبلز، الكتاب ده لايت قوي ويقدر يدي لك اوفر فيو عن يعني ايه سوفت وير ويب ارتكلشن. تمام. وبعد كده الثلاث كتب اللي بعد كده هم ثلاث كتب تقال شويه، يمكن الكتابين دول باترنز اوف انتربرايز ابلكيشن اركتكتشر، لما يكون عندك 3 سنين خبره كده او 4 سنين لازم تقراه. والكتاب قديم اتكلم في بدايه الالفينات 2004 2005 2006 حاجه زي كده. والدومين دريفن ديزاين برضه كتاب قديم، فانت متخيل احنا بنتكلم في كتب عدى عليها 10 15 سنه، بس كتب بتديك اساس وعلم. ولما بتاخد الاساس والعلم ده وتيجي تبص عليه دلوقتي هتلاقي ان احنا بنقابل مشاكل في الكتب، بنقابل مشاكل وحلولها بتبقى في الكتب دي. فعشان كده انا بقول لك لازم اديك حاجه في الاول لايت، يمكن اللي هو الويب ابلكيشن اركتكتشر، فهمك كونسبت بروتوكول برنسبلز براكتس، يدي لك كده يعني يعرفك، وبعد كده تبدا تخش تتعمق. عندنا 3 كورسات، منهم كورس عندي سوفت وير اند اركتكتشر، ده على الشانل عندي، ده كورس مدفوع. و بيشرح الاركتكتشرز دي، ويمكن انا هسيب لك الفيديو اللي بيشرح الكونتنت. الكورس الثاني اللي هو سوفت وير اركتكتشر اند ديزاين، ده عباره عن فيديوهات لايت 5 دقائق او 4 دقائق لمجموعه من الاركتكتشر. وفي كورس ثالث اللي هو سوفت وير اركتكتشر فاندمنتالز، ده برضه كورس كويس جدا، بيشرح لك كل الاركتكتشرز برسومات عشان يفهمك الدنيا ماشيه ازاي. طيب خلينا بقى نبص هنا، هما دول ايه؟ فخلينا نروح نبص على المصادر. يمكن ادي الكتاب بتاع الويب ابلكيشن اركتكتشر، الكتاب واخد 4.2 هو لسه جديد تقريبا، عبارة عن 448 صفحة، فكتاب كويس جدا. زي ما انت شايف انا مش داخل في لغه محدده ولا مختص الناس بتوع النيت جي اس، الناس بتوع الجافا، حتى الناس بتوع الفرونت اند. لما جه حد سالني انا اللي مهتم بالداتا بيز، لا، ولكن انت في حاجات ممكن تاخدها من عندي، يعني ممكن تاخد يعني ايه داتا ستراكشر اند الجوريزم تفهمها، تفهم السي اي سي دي كبايب لاين بيشتغل ازاي، لان يعني انت هتكمت الكود بتاعك محتاج تفهمه، تفهم الاركتكتشر. تمام. تبدا تدور على كتب تخص الاركتكتشر بتاع الفرونت اند مثلا، هنا بعض الحاجات زي الام في سي مثلا او ام في ام تقريبا، او ام ايه والله نسيت حتى. طيب ف في حاجات كتيره جدا تقدر ان انت تستفيد بيها. كمان ادي هنا ده هنا السوفت وير اركتكتشر، ده عباره عن 9 فيديوهات، كمان شوف كده لايت قوي 7 دقائق 8 دقائق 6 دقائق، بيدي لك كونسبتس عن الكلام ده. وادي هنا السوفت وير اركتكتشر فاندمنتال، ده تقريبا 23 فيديو، كل فيديو عباره عن ساعه، يفهمك دول عباره عن ايه. وهي عندي على القناه اللي هو الكورس بتاع السوفت وير اركتكتشر، سوفت وير اند اركتكتشر، ده هقول لك على الكونتنتس في فيديو بشرح الكونتنتس عشان تفهمها، وازاي ان انت يكون عليها تطبيقات والكلام ده كله. ده الويب ابلكيشن. طب الكتاب الثاني باترنز اوف انتربرايز ابلكيشن اركتكتشر، حاجه من الكتب القديمه بتاعت مارتن فولر، احنا بنتكلم في 2002.
نتكلم في كتاب 2002، تمام؟ فمهم جدا تكون فاهم انت هتتعامل مع تفكير الراجل عامل ازاي وكان باصص لقدام ازاي. طيب، واحدة من الحاجات التانية اللي كانت موجودة اللي هو سوفت وير اركتكتشر ان براكتس. سوفت وير اركتكتشر ان براكتس، الكتاب ده برضه حلو جدا. ده له السورس اديشن، وحاجة من الحاجات اللي هي بسم الله ما شاء الله 4.7، فحاجة كويسة جدا، تمام. والكتاب الأخير اللي هو دومين دريفن ديزاين أهو بالشكل ده كده، برضه كتاب برضه 2003 ما شاء الله، واخد 1222 ريتنج منهم 4.7، فكتاب مهم جدا برضه من الحاجات المهمة. وادي هنا الديزاين داتا انتنسيف، حاجة من الكتب كويسة جدا، أعلى كتاب واخد 3000 شوية. فمهم جدا ان انت تكون فاهم الحاجات دي. طبعا انا ما اتكلمتش على سيستم ديزاين والكلام ده كله، لان احنا لسه في الاول، فالموضوع مش دلوقتي ان احنا نفكر فيه. احنا يمكن خلصنا كله ما عدا ال بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو السيرشنج تارجت. طب قبل ما اخش على السيرشنج تارجت، واعتقد ان احنا معديين الساعه دلوقتي، احنا المفروض يكون مع الكلام ده مشاريع. يعني ايه؟ لازم يكون عندي ليبل وتطبيقات الديزاين ماتر، لازم المشروع اللي انا اشتغل عليه اكتب لي يونت تيستنج، لازم اتعلم ازاي اكتب كلين كود واشوف الكتاب ده واشوف الكورس، لازم دلوقتي اقول ان انا اخترت ليه داتا بيز سيكوال او نو سيكوال، واشوف الكتب دي هنا ايه بتعمل ايه، واخد بالك ازاي. فكل حاجه بتعملها انت المفروض هتعمل عليها مشروع. ده ستراكشر بس، فكر اعمل اكتر من كذا ليد كود، هتحله على الليد كود كله، حطه على الجيت هاب عندك على طول، المسائل اللي تحلها كلها على الجيت هاب كلهم هنا، ده اسمه جافا سكريبت من الجزء بروبلم سولفنج. انت هنا بتعمل الجيت هاب، الجيت هاب بيلدينج بتاعك او الرول بتاعك، بحيث انك تلاقي نفسك في الاخر عامل 180 مساله على داتا ستراكشر اند ريجريشن، داربه عندك داتا بيس ديزاين. انت دلوقتي هتعمل اي مشروع هتظبطه، انت عايز تعمل سيكوال ولا نون سيكوال، وهتقول لي انا استخدمت ده وعملت ده والكلام ده كله، واخد بالك ازاي. بعد كده وانت شغال تكتب كلين كود، طبعا اهم حاجه في الجيت هاب انك تكتب الريدمي فايل، وانا كنت عامل بوست على الريدمي فايل موجود عندي على لينكد ان، ان شاء الله هحاول احطه من ضمن المصادر يا رب بس افتكر. كمان موضوع الديزاين ماتر مهم جدا، وانا بستخدم اقول انا كمان استخدمت الديزاين ماتر من كذا وكذا وكذا، واقعد اقول الكلام ده انا استخدمته ليه. اليونت تيستنج قلنا هنكتب يونت تيست، الجيت هاب والجيت هاب طبعا كل ما تيجي تعمل مشاريع. يعني انا بقول لك اعمل مشروعين كل شهر، تمام؟ والمشروعين دول بعد 6 شهور هيبقوا 12 مشروع. ده انت السي اي سي دي ممكن تعمل لك مشروعين، مشروع باليانكنز ومشروع على الاي دبليو اس بالديبلومنت. وطبعا مع كل مشروع هتعمل دوكر كومبوز، تمام؟ فانت هتسرب عندك السي اي سي دي، واخد بالك ازاي؟ الاركتكتشر انا استخدمت الاركتكتشر كذا، استخدمت مونوليتك، استخدمت موديلر مونوليتك، استخدمت بيزك مايكرو سيرفيس، استخدمت سيرفيس اجنت اركتكتشر، عملت والله حاجه على اي دبليو اس بالسيرفر ليس، جو اهيد، واخد بالك ازاي؟ فلا في الاخر انت هتطلع عامل مشاريع، ومشاريع اعمل حاول تعمل تفكر في مشاريع محترمه. طيب، واحده من الحاجات المهمه جدا في الداتا بيز، يا جماعة الخير بالله عليك احنا فريش، فبلاش اعتماديتك على الار ام. الار ام بتسهل وكل حاجة، بس الله يبارك لك، الله يكرمك، الله يحفظك، الله يخليك، انا بقول لك اهو، تمام؟ اكتب ناتيف كويري بايدك، مش كل حاجة هتقدر تمشي فيها بالار ام. عندنا بعض الريبورتات وبعض الحاجات اللي بيكون فيها جوينز كتيرة جدا ما بتنفعش بالنسبة،
لو ما كنتش عارف نيتف سيكوال هيبقى مشكله، ما حدش هيجي منها لك. انا ممكن تستنى شات جي بي تي عادي يعني، بس يعني برضه محتاج انك تقول له تفهمه بالظبط انت عايز ايه، وعايز تضمن ان الكود بيرجع الداتا صح. تمام، فدي من الحاجات المهمه جدا جدا تقدر تستفيد بقى. اه بالنسبه للشات جي بي تي برضه للناس برضه تقدر تستفيد من شات جي بي تي، يساعدك ساعدك ان هو ممكن تخليه يدي لك اكزامبلز، يدي لك افكار، يفهمك حاجه لو انت ما انتش فاهمها، استفيد من التكنولوجي. واخد بالك ازاي؟ فدي حاجات من الحاجات المهمه جدا جدا ان انت تكون اوير بيها. اتكلمنا على المشاريع، اتكلمنا على الحاجات اللي احنا مهتمين بيها، الداتا ستراكشر والداتا بيز ديزاين والكلين كود والديزاين باتر واليونت تيستنج والجيت هاب والجيت هاب والسي سي دي والسوفت وير اند ويب اركتكتشر. تمام؟ نيجي بقى لأول حاجة خالص ألا وهي الجوب سيرش ريكويرمنت. طيب أنا قلت لك أعرف إيه ناقصك. طبعا لكل لغة هتلاقي الحاجات دي، يعني مثلا للجافا لو احنا عايزين حد فريش أنا محتاج يكون عارف سبرينج. دي بقى هنا حاجات زيادة، يعني هتلاقي ان اغلب الناس بتوع الباك اند يقدر يعمل ده. يعني مثلا انا عندي باك اند انا محتاج اعرف داتا ستراكشر والفرونت اند كذلك، داتا بيس ديزاين للباك اند، الكلين كود الاثنين فرونت اند وداتا وباك اند، الديزاين باتر الاثنين، اليونت تيستنج الاثنين، الجيت هاب والجيتس والريبوز الاثنين، باك اند وفرونت اند، سي اس دي باك اند وفرونت اند، سوفت وير اركتكتشر باك اند وفرونت اند. يمكن متعمقه اكثر بالباك اند بس لازم تكون اوير برضه بالسوفت وير اركتكتشر. فانا هنا يعني شوف لان لك اغلب الحاجات اللي موجوده، وكل ده انا ما بتكلمش على لغه محدده سواء دوت نت سواء بايثون سواء جافا سواء نوت جي اس سواء اي حاجه جو، ما بتكلمش على لغه محدده، انا سايب لك المجال مفتوح ليك انت بس، يعني لما تيجي تطبق طبق باللغه المناسبه ليك. تمام، الجوب سيرش ريكويرمنت واحده من اهم الحاجات ان انا لما اجي ادور على شغل. طيب خلينا اعمل معاكم اكزامبل بشكل ما على اساس ان احنا نقدر فعليا نحدد ايه اللي احنا محتاجينه. طيب طيب ما تيجي نروح كده نبص على مثال حابب ان انا اعمله معاك. طيب تعالوا كده نبص، انا عملت هنا سيرش على جونيور وميد ليفل جافا جوبس. تمام، طيب انا جايب هنا بسم الله ما شاء الله وظائف كتير. وده سيرش على جوجل من 4 ايام 20 يوم 5 ايام وهكذا. فانا جاي هنا في شورت هنا محتاجين جونيور جافا سبرينج ديفلوبر سبرينج روت صح؟ انا كل اللي انا عملته انا عندي شات جي بي تي، فانا متواخد الجوب ديسكريبشن ده، خلي بالك الريكويرمنت من 1 ل 2 years، قمت واخد ده كده قمت رايح على الشات جي بي تي قلت له يا سيد الفاضل فور ذا فولوينج، قمت كاتب الجوب ديسكريبشن رايت داون ذا سكيلد ريكوايرد فور ذا. تعال عمل ايه؟ قال لك ان انت محتاج تكون عارف اس اي واي اي، محتاج تكون اوير بالسبرينج وسبرينج فريم ورك روت، محتاج تكون فاهم يعني ايه سوفت وير ديفلوبمنت برنسبل وديزاين باترن واوبجكت اورينتد وموديولر كود اركتكتشر، محتاج تكون عندك بروبلم سولفنج تيستنج وكواليتي دوكيومنتيشن وكونفيجريشن مانجمنت. تمام، اوير بال كولابريتيف ويز كيو اي وكيو سي فرونت اند انجينير والتيم، يعني عندك كوميونيكيشن سكيلز كود ريفيوز. تمام، كونتينوس ليرنينج تايم مانجمنت.
سيبك من ده كده وتعالى نروح نجرب واحدة تانية. ادي الفول ديسكريبشن، تعالى اهو. قال لك اكسبيرينس في الديفلوبمنت والديزاين والكويري والستوب بروسيجر والفيو. ده واحد بقى عايز يعني، بص هو مش يعني حد قوي شويه في الجيم. داتا بيز ديزاين وكويري اناليتيك وبروبلم سولفنج كوميونيكيشن. في حاجتين انا عايزك تخلي بالك منهم. موضوع الكوميونيكيشن سكيلز مهم جدا جدا جدا، ان انت تكون عندك كوميونيكيشن سكيلز كويسه، خاصه في التعامل مع افراد التيم. تمام. بعد كده ويب سيرفيسز بيزد نت بينز فاميليار وزو فريم ورك سبرينج ريليشنال داتا بيز ماي سيكوال. ما كتبش اي مونجو ولا اي حاجه. خلينا نروح نبص على اجابه فول ستاك. تعال، قال لك فول ستاك ايه؟ سبرينج ام في سي هايبرنيت فرونت اند اكسبيرينس يو اكس انتجريشن ونولج ستاندرد فرونت اند بيقولوا. بص حاجات ضعيفه شويه في اجابه. اسيت من 0 ل 2 سبرينج وهيبرنيت وجي اس اف وجي بي اي وبيليف ان اوت مش عارف ايه الكلام ده كله. برضه اجابه برضه بس ده مش جنرال خالص. جونيور جافا هنا ريموت اهوت كليبس وسبرينج وريتن كوميونيكيشن. ما فيش ده انت عشان ما فيش اها. تعالى بس من هنا كده المشكلة بالسكيلز ايه؟ وحتى الناس عندهم مشكلة في السكيلز قوي كده. سبرينج جي يونت تيستنج سيكوال وما سيكوال لوبس وميجن تيست وبرودكشن. هتاخد بالك ازاي؟ كوميونيكيشن نايس تو هاف كلاود ومونجو داتا بيز. ده بايثون اتكلم على ار ام مالتيبل داتا سورس داتا بيزز بايثونز فلاكس حاجات تخص البتاع اكتر. فول ستاك ورياكت. هنا انت زي ما انا عملت كده يعني، مثلا هقول لك ده كده خد ده كده تعالى هنا. تمام. اكتب هنا ايه زي ما احنا كتبنا. ما كتبنا هنا فوق هنا ايه؟ The following write down the skills required in points. هذا ما نعرف الكلام ده لاقي كتير صح؟ summarize please بقى. database تكون عارف الاثنين ديف اوبس براكتيكال بروبلم سولفنج فيرجن كنترول اجايل ميثودولوجي سوفت وير اركتكتشر واي او اكس كلاود كومبيوتنج. لو انت عارف يعني ايه كلاود كومبيوتنج طبعا ده حاجه متقدمه. التكنولوجي نود جي اس ورياكت نيتف ودوكر ونوسيكال داتا بيز وجيت هاب وجيت وجيت باكيت كلاود كومبيوتنج. يعني في انت على الاقل هنا من الحاجات اللي انا قلتها، الحاجات اللي انا قلتها بس لو احنا بنتكلم على 10 تعال سيبك انت هنا من الثلاثه دول، سيبك من الاربعه دول. انت في 6 حاجات بروبلم سولفنج ديف اوبس براكتيك فيرجن كنترول اجايل سوفت وير اركتكتشر. انت في 6 حاجات قلناهم موجودين في البونس اللي احنا قلنا عليه، بقيتهم ده بقى ريليتد للتكنولوجي بتاعتك اللي انت بتستخدمها بقى. ده ريليتد ايه؟ للتكنولوجي. فانت عشان تعمل دول
خلاص ذاكر دول بجانب الحاجات بتاعتك اللي احنا قلنا ايه عليه. تمام. برضو حاجات تانية برضو هنا انا بجيب ليه الحاجات الزود والموديول اس، لان طبعا انا اقول بيهم الحاجات دي كنت ما اعرفهاش الصراحه. بص الجوب ريكويرمنت ده عايز 4 سنين، انا مش محتاج ده، هو في الاخر عايز سنيور. انا بحاول ادور على الجونيور مثلا، حاجه زي الاندرويد مثلا، حاجات متخصصه بالكلام ده كله. ام في في ام، تمام، حاجات متخصصه بس مش فاهم انت. سنيور اسيستنت مش عارف ده ايه، هي لك دخل الحاجات في بعض. تمام. الدكتور مش عارف ادوك ده ايه. باك اند برضه هنا زي ما انت شايف، حاجات كلها اي دبليو اس وجيت وانا ومونجو داتا بيز، كلين كود، ديفلوب، جونيور ديفلوبر ده مش محدد هو ايه، بس انا اقول لك هنا ايه، اتفرج هنا على اغلب الحاجات مطلوبه في الاجزاء اللي احنا قلنا عليها، مثلا جافا انستراكتور بالشكل ده كده. تمام. فيمكن احنا هنا لما اتكلمنا على الاجزاء دي كان الغرض ده ان احنا بشوف سبرينج بوت، يبقى انا لازم اركز على سبرينج بوت، هايبرنيت اركز على هايبرنيت، اركز على الجي بي اي، اركز على الداتا بيز ازاي. بس لو تلاحظ ان دول الحاجات اللي انا قلت لك 6 من 4، 6 من 10، 6 حاجات من ال10 دول انت المفروض يكونوا معاك، بقيتهم بقى بيعتمد على التكنولوجي ايه بتاعتك، واخد بالك ازاي؟ نفس الوضع هتلاقي كده، انا دلوقتي مدي لك الحاجات اللي تنفع مع اي حد بيشتغل اي لغه، الباقي تخص اللغه اللي بيشتغل بيها. تشتغل دوت نت حاجات تخص دوت نت، تشتغل جافا حاجات تخص جافا، تشتغل نود جي اس حاجات تخص نود جي اس، تشتغل جو حاجات تخش جو، تشتغل راست حاجات تخش راست، تشتغل بطيخ ازرق زي ما انت عايز براحتك. بس في الاخر احنا بنلف حوالين دول، بنلف حوالين دول، افهم دول ماشيين ازاي، صدقني هتوفر عليك وقت كبير جدا جدا جدا، وهتلاقي نفسك ان شاء الله ربنا هيكرمك ونتيجة للمشاريع اللي عملتها على الجيت هاب. ما ننساش احنا لازم نعمل مشاريع، قلت لك هتعملهم ازاي، داتا ستراكشر المشاريع عامله ازاي، هنطبق فيها ازاي، كل الكلام ده انا قلته بحيث ان انت وانت بتذاكر تحط في دماغك المشاريع دي، ووريتك ازاي عن طريق الشات جي بي تي اقدر ازاي اعمل اناليسيز للحاجات دي، محتاج فيها ايه، الريكوارد سكيلز اركز عليها، اكتبها، اطلع الكريتيريا بتاعتها، الدنيا ماشيه ازاي، كل الكلام ده كله انا اقدر ان انا استفيد بيه، بحيث ان انا اجيب حتى انا ممكن اسافر كمان للشات جي بي تي اجيب افكار للمشاريع بتاعتي. قول لي انا عايز ميديم سايز بروجكت، عايز استخدم التكنولوجي كذا وكذا 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 وكذا، وطلع لي بروجكت، وطلع لي فكره بروجكت على كذا. يعني بص، ودايما حاول ان انت تكون كل شهر مشروعين، كل شهر مشروعين. يعني ايه؟ ممكن في اول شهر لسه تقرا وبتاع، فممكن تعمل مشروع واحد بس لازم تعوض في مشروع تاني. تمام؟ فالحاجات دي مهمة جدا. وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو الخاص بالجزء ده كده زي ما انت شايف. ده انا هنا لميت لك على قد ما اقدر ازاي تبريبير يور سيلف في خلال بلان 6 شهور 8 شهور، بس ما تحاولش تطول عن كده، بحيث ان انت فعليا تطلع عامل شغل بروفيشنال باذن الله. اتمنى الناس بقى، يعني انا سبسكرايبر يا رجاله يا نساء يا شباب، اعملوا سبسكرايب، شير للفيديو قوي، اعمل شير للفيديو في كل حته. تمام. لايك، بلاش ديسلايك عشان خاطرك بيجيب لي براحتك طبعا، كل حاجه انت عايز تعملها اعملها، ما عجبكش الفيديو مش مشكله، واخد بالك ازاي. اتمنى من الله ان ربنا يكون وفقني ان انا اقدر اكون جمعت لكم كل اللي اقدر عليه من خلال المصادر، من خلال الكتب، بحيث ان ربنا يكرمنا جميعا ويوفقنا، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.